كما مكنتنا اليوم من تقرير الخبره، والخلاصه تقرير الخبره ان الفيديوهات لم يمسها اي تحريف او تغيير او تزوير، وانها مصوره من مكان واحد اغلب الفيديوهات، وان هذه الفيديوهات صحيحه 100% ولا يشوب اي شك، وما كاين لا مونتاج لا تغيير لا تحريف لا تزوير، كما سجلت كما هي. وبالتالي فالخبره استطعت تتاكد ان الادعاء لانه ليس هو الذي ظهر في الصوره وان قطر تغيير او تحريف هو كلام غير مؤسس على اي اساس صحيح من الواقع، وان اللي واقع وان الفيديوهات صحيحه 100%. والحمد لله الحمد لله احنا اليوم جيت سعيدين، لانه هذيك مختلف الاقوال والاكاذيب اللي انطلت على اللي حاولوا ينطلوا بها على الشعب اكثر من 7 اشهر 8 اشهر اصبحت لاغيه. الان العلم يؤكد ان الفيديوهات صحيحه 100%، وان المتهم هو من كان يصور وانه الذي ظهر في الصوره. شكرا لكم. لم يطلعوا بعد على التقرير، هما راه التقرير خذوا نسخه منه، حنا قرينا النتائج. التقرير يقع في اكثر من 63 صفحه، وفيه صور، فيه كاع مختلف العمليات التقنيه اللي قام بها مختبر الدرك الملكي، واللي كيتوفر على خبراء من الطراز العالمي جدا. والخبره راه علميه تقنيه فنيه لا يداخل اي شك، لا يداخل اي ارتياب، تؤكد ان الجريمه هي واقعه وان المتهم ظهر في الصوره. وبالتالي فنحن جد سعداء اليوم، تقدمنا بواحد الطلب اعتبر غريبا لان المطالب بالحق المدني ليس من عادته ان يطلب اجراء الخبره، ولكن كنا مقتنعين تمام الاقتناع ان الفيديوهات صحيحه ودفعنا هذا الموقف. والحمد لله النتيجه اظهرت للجميع على انه المرتكب جريمه هو المعني، والجريمه ثابته من خلال الصور.